سيدات وسادة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا. والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يعقد لقاء تشاوريا مع مشايخ ومقادمة وأعيان مديريات وادي وصحراء المحافظة. مكتب وزارة الأوقاف بالمكلا يستعرض في اليوم الثاني المحور الصحي لإعداد الخطيب التنموي. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إغاثية للقرى النائية بصحراء حضرموت. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. عقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لقاء تشاوريا مع مشايخ ومقادمة وأعيان مديريات الوادي والصحراء لمناقشة عدد من القضايا الهامة. وقال محافظ حضرموت أن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بأهمية ودور وتفاعل مشايخ وأعيان الوادي والصحراء الحضرمية في تحقيق الأمن والاستقرار. وأشار المحافظ البحسني في كلمته إلى أننا لا نريد بعد اليوم أن تختصر مهمة المشايخ والأعيان في محافظتنا في القيام بالإصلاح بين المواطنين، وأن مسؤولياتهم قد كبرت بالتزامن مع نشوظ ظاهرة الإرهاب. وفي كلمة له حدد المرجع القبلي والحكم عبد الله بن عجاج النهدي عددا من المطالب لأبناء وادي وصحراء حضرموت تلخصت حول توفير أجهزة أمنية قوية تحافظ على الأمن وتحارب الجريمة وتقضي تفشي ظاهرة المخدرات وكل الأعمال التي تقلق أبناء حضرموت ووضع الحلول العاجلة لها. واختتم اللقاء التشاوري بفتح باب النقاش مع المشايخ والمقادمة والأعيان للتباحث حول الآلية التي يجب اتباعها لإعادة الأمن إلى وضعه الطبيعي والقضاء على الاختلالات الأمنية، إلى جانب القضايا التنموية والخدمية التي تهم المواطنين في وادي وصحراء حضرموت. عقد مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت لقيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات لتقييم مستوى الإشراف الفني للمناطق التوجيهية بالمديريات والمكاتب الفنية في المحافظة. وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم مدير المكتب بساحل حضرموت جمال عبدون إلى أهمية اللقاء الذي يأتي كمرحلة تقييم نوعية وبحثية لمستوى الأداء للمعلمين والمعلمات المتعاقدين بعد انخراطهم التدريبي في البرنامج النوعي في أساليب طرق التدريس ونتائج ورشة العمل التي استهدفت كوادر مناطق التوجيه والمكاتب الفنية والإدارات المدرسية قبل بدء العام الدراسي والفصل الأول من العام الحالي. وتطرق وكيل الوزارة إلى أن التدخلات التي قدمتها قيادة المحافظة ووفق المتاح في البنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية كان لها الأثر الإيجابي لمنتسبي الحقل التربوي والتعليمي والمجتمع المحلي. وقدمت في اللقاء عدد من التقارير الميدانية من قبل رؤساء الشعب والمناطق التوجيهية بالمحافظة والمديريات خلال الفصل الدراسي الأول، ومداخلات من قبل قيادات الإدارات التربوية والتعليمية في المديريات صبت جميعها في الارتقاء بمستوى الأداء الفني للعملية التربوية والتعليمية. نظم مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت بالشراكة مع مؤسسة ابن عباس العلمية ندوة توعوية حول المحور الصحي البيئي لإعداد الخطيب التنموي بمدينة المكلا. ألقاها مدير إدارة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الدكتور أحمد البيتي. وتطرق الدكتور البيتي خلال الندوة بالتعريف بمرض الإيدز وكيفية الوقاية منه محذرا من خطورته، مشيرا إلى أن المصابين به في مدينة المكلا بلغ نحو 50 شخص، كما تحدث عن الأمراض الأخرى المنتشرة في المجتمع مبيناً الخطورة التي تسببها
واتخاذ كافة الطرق الوقائية للحماية منها. وأوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز مدى أهمية خطباء المساجد ودورهم في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بتخصيص بعضا من خطب يوم الجمعة لتبيين الأمور الشائكة حول هذه الأمراض المنتقلة باعتبارهم أحد أبرز الوسائل المشاركة في تثقيف ورفع وعي الأفراد في المجتمعات. اختتمت بمديرية حجر أعمال العيادة الطبية المتنقلة التي أقامتها مؤسسة طيبة للتنمية بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة والمديرية بمستشفى الفقيد الشاذلي بالجول بحضور مدير عام مديرية حجر المحامي أنور الشاذلي، والتي استمرت مدة يومين لمعاينة وعلاج المرضى من مختلف المناطق في عيادة الباطني التي تم معاينة فيها ما يقارب 150 شخص، وفي عيادة الأطفال عاين فيها قرابة 150 طفل. وفي مراسم حفل الاختتام دعا مدير عام مديرية حجر إلى استمرار مثل هذه العيادات في مختلف التخصصات ووصولها إلى مختلف المناطق بالمديرية، مبدئاً استعداد السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمديرية عن تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملات والمخيمات العلاجية. من جانبه أشاد منسق مؤسسة طيبة مروان عبد المانع بحسن التنظيم والتنسيق الذي ساعد في إنجاح المخيم الطبي، شاكراً السلطة المحلية على اهتمامها ومتابعتها الحثيثة خلال فترة العيادة، ومؤكداً أن المؤسسة ستستمر في تقديم خدماتها الطبية في مختلف المناطق. سلم مدير عام مديرية حجر المحامي أنور محمد الشاذلي مساء أمس أجهزة إلكترونية حديثة لمكتب الأحوال المدنية وأجهزة فحص لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمديرية حجر، حيث تسلمت الأحوال المدنية جهاز كمبيوتر مكتبي وآخر محمول وكاميرا رقمية، بالإضافة إلى جهاز البصمة الإلكترونية، وذلك في إطار دعم السلطة المحلية بمديرية حجر لتسهيل معاملات المواطنين وتحسين أداء المكاتب التنفيذية بالمديرية. وفي ذات السياق قدمت السلطة المحلية عدداً من أجهزة الفحص الحديثة لمكتب الصحة لتوزيعها على الوحدات الصحية المتناثرة على نطاق وادي حجر. عقد مدير عام مديرية ديس الشرقية ماهر باوزير لقاء موسع مع عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والأمنية بالمديرية لمناقشة تفعيل لجان الأراضي العشوائية. وناقش اللقاء آلية تفعيل لجان الأراضي العشوائية بالمديرية وطرق عمل اللجان ومشاركة اللجان المختصة لوضع حلول جذرية والقضاء على هذه الظاهرة وتحديد المصالح العامة التي تم الاعتداء عليها. وخرج الاجتماع بالاتفاق على رفع رسالة رسمية للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت بسرعة تفعيل اللجان وتسهيل عملهم. نفذ قسم العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن الديس الشرقية محاضرة عن أساسيات عمل رجال المرور وقوانين شرطة المرور. وتطرق رئيس قسم العلاقات الرقيب أول الشيخ باخوار في المحاضرة إلى كيفية أداء مهام رجال المرور في العمل الميداني وطرق وأساليب التعامل مع سائقي المركبات الآلية والدراجات وكذا المواطنين، حاثا رجال المرور على التحلي بالصبر والمرونة والارتقاء في التخاطب مع المواطنين. ومن جانبهم استعرض رجال المرور الضغط الحاصل لهم في العمل الميداني والتي تعود أسبابه لنقص الكادر من رجال المرور بالمديرية. مهد لواء حضرموت بالمنطقة العسكرية الثانية المرابط في لبنة بارشيد بمديرية دوعن الطريق الواصل من لبنة وحتى الفرضحة مرورا برأس حويرة، وذلك في إطار جهوده لمساعدة المواطنين وتحسين الخدمات بتلك المناطق. هذا وأعرب سكان لبنة بارشيد المناطق المجاورة
عن شكرهم لقيادة لواء حضرموت لقيامهم بالعمل العظيم الذي سيخفف عنهم معاناة ووعورة الطريق، مؤكدين وقوفهم الدائم مع المنطقة العسكرية الثانية ضد كل عدو يتربص بأمن واستقرار حضرموت. قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية عاجلة على أهالي وسكان مديرية رماه وثمود وقفء الكثير وقفء العوامر بصحراء حضرموت تزامنا مع انطلاق العام الجديد 2019، حيث وزع فريق الهيئة 1000 سلة غذائية استهدفت 5000 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة لسد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اتساع الفقر والبطالة بين أفرادها. وعبر الأهالي عن سعادتهم بهذه الحملة الإغاثية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي مع انطلاق العام الجديد والتي ستخفف من معاناتهم. هذا ويذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها في حضرموت منذ بداية عام التسامح بلغت حوالي 1130 سلة غذائية. دشن بمتحف المحضار بالشحر فعاليات معرض الكتاب الثاني والذي يستمر لمدة 4 أيام، والذي ينظمه معهد بوابة المعرفة للتدريب والتأهيل بمناسبة مرور الذكرى الأولى لتأسيس المعهد. ويبرز المعرض الأهمية الثقافية والموروث التاريخي والثقافي لمدينة الشحر. وقال رئيس معهد بوابة المعرفة سامي باحارثة أن المعرض يأتي ضمن فعاليات الذكرى الأولى لتأسيس المعهد لأجل نشر ثقافة الموروث الشحري والحضرمي. هذا وسيختتم المعرض بحفل ختامي تكريمي سيتخلله العديد من الفقرات والمسابقات والتكريم للمشاركين، والذي سيكون بمسرح الحديقة العامة بالشحر. يستعد اتحاد الدراجات الهوائية بساحل حضرموت لتدشين أنشطته وفعالياته وبرامجه للعام الجديد 2019. واطلع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية بساحل حضرموت على خطة نشاط اتحاد الدراجات والتقرير المقدم من الاتحاد للمكتب. وأشاد مسجدي بالدور الذي لعبه اتحاد اللعبة في تفعيل النشاط واستمراريته وتشكيل فرق الأندية ومتابعتها والحرص على انتشار اللعبة وصقل مواهبها. من جانبه استعرض رئيس اتحاد الدراجات خالد بن سعيد أبرز مهام الاتحاد للفترة القادمة من نشاطات وسباقات متنوعة لتفعيل اللعبة وانتشارها وممارستها وإيجاد قاعدة أساسية للعبة والاهتمام بالواعدين والمواهب والعمل على توفير عدد من الدراجات ذات المواصفات الدولية. دشن مكتب وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم بساحل حضرموت نزولاته الميدانية للاطلاع على تحضيرات فرق ساحل حضرموت المتأهلة لدور الثمانية من بطولة كأس حضرموت السادسة لكرة القدم. وخلال كلمة توجيهية في التدريب الذي جرى بملعب الشاحت بالشحر لنادي سمعون، حث مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة حسن مسجدي ورئيس اتحاد كرة القدم بالساحل درويش سويد اللاعبين على تقديم مستويات جيدة تمكن الفريق من مواصلة حضوره والمنافسة في البطولة. وقال رئيس نادي سمعون الرياضي بالشحر أحمد قارش أن هذه الزيارة تعتبر دافعا معنويا للاعبين لتقديم عروض جيدة ومواصلة الأداء الطيب الذي قدموه في البطولة، داعيا الجماهير إلى الوقوف إلى جانب الفريق ومؤازرته. ويخوض سمعون الشحر مواجهتي سيئون في دور الثمانية ذهابا في سيئون السبت 12 يناير وإيابا في الشحر السبت 19 يناير.
النادي سمعون ونادي سيون معروفين الأندية من ضمن الأندية الغنية عن التعريف، يعني لهم إمكانيات ولهم قاعدة كبيرة ولهم باع كبير في مجال الرياضة ومجال كرة القدم بالأخص، ومتوقع أنه جمهور كبير سيرافق نادي سمعون لهذه الخوض هذه المباراة ليعطي دافع معنوي، وتعتبر ما دام هذه البطولة غالية على الجميع إن شاء الله ربنا يحققها النادي بإذن الله تعالى ويوفق الشباب ويوفق أهل الشحر. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يعقد لقاء تشاوريا مع مشايخ ومقادمة وأعيان مديريات وادي وصحراء المحافظة. مكتب وزارة الأوقاف بالمكلا يستعرض في اليوم الثاني المحور الصحي لإعداد الخطيب التنموي. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات إغاثية للقرى النائية بصحراء حضرموت. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.